السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم والله يتقبل طاعتكم. اليوم إن شاء الله نتحدث عن Lecture 4. Lecture 4 تتناول Clock Tree and Clock Manager. ببساطة إذا كان عندك عمليات تزامنية داخل الـ FPGA وتريد تنفذ هذه العمليات فتحتاج أنت إلى Clock على مود تدير هذه العمليات. بشكل عام الكلوك تجي من single source outside the FPGA. إذا شوف هاي اللوحة فهذا شكل الاي سي اللي هو هذا نوع من الاوسيلاترات داخل هذا البورد اللي هو الاف بي جي اي. هذا بورد متكامل فيصير اكسترنال نفس هذا موضح بالصوره هنا. أنا هذا الشكل لك هذا ترى يابا اكسترنال تقول له اوكي فشون شكله. هذا الشكل ممكن نوضح لكم اياه بهالشكل. هذا اوسيليتر سيركت توفر لك الكلوك سورس وهذا عندك الاف بي جي. طبعا الاف بي جي بها مالتيبل فانكشن بها مالتيبل سيركت داخلها حسب كل من شنو يسوي الوظيفه مالته. فاللي انت تحتاج تدير هاي العمليات عن طريق الكلوك. هذا الكلوك ما يصير فقط عن طريق سنجل سورس وانما تتوزع داخل الاف بي جي لاكثر من كومبوننت واكثر من اليمنت. هاي راح التفرعات راح اسوي لك شيء اشبه بالتري اشبه بالشجره لذلك يسمونه كلوك تري فهنا عندك هذا فليب فلوب هذا فليب فلوب هذني تقريبا 4-8 كل وحده واصله لها كلوك فمشكلت لك شكل التري وهي يسمونها ليفز كانما هي الاوراق مال هذه الشجره اللي هي انت عندك هاي السيكوينشال سيركتس ومن امثلتها الفليب فلوب اللي هي تدخل بالديزاين مال اف بي جي. اذا انت تحتاج الى كلوك سورس والكلوك سورس يتوزع داخل اف بي جي على شكل تري اللي على مود يسوي لك رن لاكثر من فانكشن داخل للاف بي جي. طبعا انت على مود تنظم عمليه الكلوك او توزيع الكلوك داخل الاف بي جي فتحتاج الى مانجر. المانجر هو هنا نسميه كلوك مانجر. الكلوك مانجر وظيفته انه اذا كان عندك هذا السنجل سورس اللي هي جايت لك سبيشال بين داخل الكلوك اللي هي الكلوك سورس جايت لك من الاوتسايد وورد او مثل ما شفنا بالايس الصغير اللي هو الاوسيليتر يدخل على الكلوك مانجر. الكلوك مانجر راح يطلع لك اكثر من كلوك. هذني الكلوكات يسمونها داوتر كلوكس. داوتر كلوكس هاي هي وظيفتها تسوي لك مثل ما شفنا بالصفحه الاولى هاي هي اللي توزع لك الكلوكس داخل ال FPGA ولكن السورس الاساسي منه راح يكون عندك هو الكلوك مانجر. هو الكلوك مانجر طبعا الكلوك مانجر مو هاي الوظيفه الوحيده وانما لها مزايا عده. من المزايا المهمة هي أول شيء الجيتر ريموفر. الجيتر ريموفر ببساطة إذا كان عندك سيجنال هاي السيجنال هي ايديال. ايديال هي مثالية إذا كان عندك هذا سيجنال هذا أكثر من سايكل إلها. طبعا إذا كان عندك هاي الكلوك سيجنال واجت الكلوك اللي وراها بسايكل 1 وسايكل 2 وسايكل 3 و4 اجت اما متقدمه بشويه او متاخره بشويه طبعا هذا انت ما تحس لانه هي مليون جزء من الثانيه يكون التاخير او التقديم عن الاوريجينال سيجنال راح يوفر لك اذا افترضوا انه هذا اذا كان عندك الكلوك سيجنال اكثر من وحده متقدمه او متاخره راح يصير شكلها كانما سوبر موز يعني وحده راكبه على الثانيه وهذا الشكل يكون ضبابي او فزي يختلف عن الاوريجينال سيجنال. انت شنو تريد؟ انت تريد كلين دوتر تريد كلين دوتر سيجنالز يعني هاي 1 2 3 4 تريدها كما اجت تكون ايدل بالنسبه لك. تجي هنا وظيفه كلوك مانجر. كلوك مانجر اذا شافه فزي او مضببه او ضبابيه فراح يكون دوره انه اذا اجت لك اكثر من سيجنال بها جتر راح تدخل على كلوك مانجر تطلع كدوتر كلوكس ولكن جاي تشوفها تشبه الاوريجن سيجنال بدون هاي الضبابيه اللي هي صارت بالسايكلات 1 او سايكل 2 او سايكل 3 يرجع لك كانما اوريجن سيجنال. يحاول يسوي تقليل للجتر. الوظيفة الثانية أو من المزايا الثانية للكلوك مانجر هو الفريكوانسي سينثيسيس. طبعا إذا ببساطة فريكوانسي سينثيسيس الديزاينر من تجي له كلوك سيجنال من الكلوك سورس احتمال التردد اللي جاي به هو ما يعجب يعني يريد غير تردد. هنا تجي وظيفة الكلوك مانجر. الكلوك مانجر ايش راح يسوي؟ ممكن يقسم السيجنال جايت له ممكن يضرب الكلوك اللي جايت له. فاذا كان عندك الاورجنال سيجنال بهالشكل هاي الاورجنال 1 اكس يعني قصد ما متغير بها اي شيء اذا ضربتها في 2 اكس فراح تصير شكلها 2 اكس هي ضعف الاشاره واذا صارت 0.5 قسمتها فراح تجي على شكل نصف الاشاره الاورجنال. هاي هي ميزه الفريكوانسي سينثيسيس اللي خاصه بالكلوك مانجر.
طبعا ايضا من مزايا الكلوك مانجر هو الفيز شيفتنج، ومن اسم الفيز شيفتنج انت تقدر تسوي شيفتنج للاشاره. فاذا افترضنا هذه هي الاوريجينال سيجنال اللي جايت لك، هاي الاوريجينال سيجنال طبعا ما بيها شيفتنج، زيرو شيفت، وانت حبيت تسوي شيفتنج بمقدار 90 درجة، فالسيجنال الثانية 90 فيز شفتت راح تكون هاي عن هاي هي 90 درجة شفتت. إذا جيت على الثالثة فهي الثالثة عن الثانية 90 درجة شفتت، والرابعة هي عن الثالثة 90 درجة شفتت، وإذا تأخذها من الأخير إلى البداية فهي هاي 270 درجة شفتت عن الأولى، وهاي السيجنال هي 108 شفتت عن الأوريجينال. ونرجع اللي هي الثانية اللي هي أول وحدة هنا بدأت تشفيت هي بمقدار 90 عن أول وحدة. نحن وصلنا نهاية المحاضرة، إن شاء الله نبدي موضوع جديد بالمحاضرة الجاية اللي هي لغة البرمجة الخاصة بالـ FPGA اللي هو موضوع منفصل، فندخل إن شاء الله بالبرمجة. لغة البرمجة اسمها VHDL. إن شاء الله نشوفكم على خير وتابعونا بالمحاضرة الجاية، وشكرا جزيلا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.